إذن وإلى أبرز التوقعات الجوية، حيث توقع موقع طقس العرب أن تشهد المملكة خلال ساعات مساء الأربعاء بداية لأحوال جوية مضطربة وغير مستقرة تحمل هطولا لزخات رعدية من الأمطار وثلجية في بعض المرتفعات الجبلية. ولمعرفة المزيد عن الحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة ينضم إلينا المتنبئ الجوي محمد الشاكر من موقع طقس العرب. محمد، مساء الخير. مساء النور أخت لنا. محمد، بحسب رصدكم كيف ستكون الحالة الجوية؟ أكيد مساء الخير لك ولجميع الأخوة المشاهدين. أبدأ سريعا بدرجات الحرارة الحالية في أجزاء من المملكة. تتراوح درجات الحرارة بين 5 إلى 7 درجات مئوية. تعتبر درجات الحرارة الحالية هي الأعلى على مر الأسبوع الماضي في مثل هذا الوقت من اليوم. على سبيل المثال في غرب العاصمة عمان تقريبا حوالي ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية، لدينا في الزرقاء 7 درجات، في البلقاء تنخفض إلى 5 درجات، ونصل في رأس منيف في عجلون إلى 3 درجات مئوية فقط درجة الحرارة. عبر صورة الأقمار الاصطناعية المستلمة لدينا نلاحظ هناك تواجد كميات كبيرة من السحب. هذه السحب من المتوقع أن تؤثر على المملكة خلال الساعات القليلة القادمة، وهي تأتي في مقدمة التأثير لما يسمى بمنخفض جوي. مقدمة هذا المنخفض الجوي يحمل معه أحوال جوية غير مستقرة كما نلاحظ. هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة يتوقع أن تتجه نحو المملكة بمشيئة الله تعالى خلال الساعات القليلة القادمة. بمشيئة الله تعالى هذه الليلة يتوقع أن طبعا تسود المملكة أجواء باردة بوجه عام، تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت. يتوقع أن تبدأ الأمطار بالهطول في أجزاء واسعة من المناطق الشمالية ثم الوسطى والجنوبية. هذه الأمطار تكون على شكل زخات رعدية لا يستبعد أن تكون غزيرة أحيانا. أيضا على الجانب الآخر يتوقع أن تترافق هذه الأمطار مع ساعات الليل مع تساقط لزخات من البرد الغزير على فترات. هذه الزخات الغزيرة من البرد لا يستبعد أن تكون حتى أحيانا متراكمة في بعض المناطق. بعد منتصف الليل صباح يوم غد وفجر يوم غد أيضا تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الثلوج أو الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية التي تزيد ارتفاعا 1000 متر عن سطح البحر، وربما تمتد بعض من هذه الثلوج أحيانا إلى المناطق الأقل ارتفاعا من 1000 ولكن تتركز فوق هذه المناطق. تشمل أجزاء الجبال العالية من جرش وعجلون، الأجزاء العالية من كل من البلقاء وغرب العاصمة عمان، إضافة إلى الأجزاء المرتفعة والعالية من كل من الكرك والطفيلة وقرى معان. الآن السؤال طبعا هل سيكون هناك تراكمات للثلوج أو البرد غدا صباحا؟ هناك غير ليس مستبعد أن يكون هناك تراكمات لبعض هذه الثلوج، ولكن لا يمكن تشبيه ما سيحدث إن حدث الليلة القادمة وصباح يوم غدا بما حدث في العاصفة هدى، إنما ربما في بعض مناطق المملكة تكون هناك الثلوج متراكمة بشكل طفيف فوق الثلوج أصلا تراكمت خلال العاصفة الأخيرة. غدا نهارا تسود أجواء غير مستقرة عموما في أغلب المناطق، تهطل الأمطار الرعدية، لكن بين الحين والآخر وفي مناطق متفرقة من المملكة أيضا مرة أخرى خلال ساعات نهار يوم غد لا يستبعد تترافق هذه الأمطار مع تساقط زخات من البرد الذي قد يكون غزير أحيانا، وهذه الأمطار ربما تكون على شكل زخات ثلجية إن هطلت فوق المناطق والمرتفعات الجبلية العالية. قبل الختام، خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل تبقى المملكة عموما تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة. نهار يوم الجمعة تبقى الفرصة مهيئة للهطول المزيد من الأمطار، وخاصة نهار يوم السبت متوقع تتأثر المملكة بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة يجلب معها بمشيئة طبعا المزيد من الأمطار إلى المملكة، إضافة أن هناك فرصة جيدة لتساقط الثلوج يوم السبت ولكن فقط فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية لا سيما فوق جبال الشراء المرتفعة بمشيئة الله تعالى. نعم، إذن كانت هذه أبرز تطورات الحالة الجوية التي أفادنا بها طبعا المتنبئ الجوي محمد الشاكر من موقع طقس العرب. شكرا جزيلا لك.